رح نبدأ محطاتنا مثل ما ذكرنا بالعناوين زينب مع التغذية. رح نتحدث عن متلازمة بيكا، شو هو هذا المرض وما هي أسبابه والأعراض التي تظهر على المصاب، وأيضا رح نحكي عن طرق العلاج. كل هالأسئلة وهالتفاصيل رح تجاوبنا عليها استشارية التغذية أريج درويش. صباح الخير أريج. صباح النور، يسعد صباحك يا عريج. يعني عم نحكي عم تقول سالي بيكا، انا ما فهمت شو بيكا، واكيد المشاهدين وأنا عارفين عليه اكثر لهيدا المرض، وله علاقه بالتغذيه شيء؟ اكيد هو له علاقه بالتغذيه بشكل كثير كبير. هلا بيكا هو عباره عن اضطراب نفسي بيصيب فئات معينه من الاشخاص، بيصير في عندهم ميل لتناول الاغذيه او المنتجات الاغذيه الخاليه من القيمه الغذائيه، يعني ما بيكون فيها قيمه غذائيه نهائيا، مثل الصابون مثلا، الاشخاص اللي بيميلوا لميل الصابون او حتى صفوة السيجارة أو الدخان، الأشخاص اللي بيتناولوا أحياناً القطن أو الكرتون، بيصير في عنا ميل لتناول هاي الأغذية، أو بيكون في عنا ميل لتناول الأغذية بتكون معنا غذائية أساساً، يعني مواد غير غذائية، فبيصير عنا بشكل متكرر بيتناولوها بشكل يومي أو شبه يومي. هلأ نحن في عنا فئات معينة بينصابوا فيها طبعاً، من أهمهم الأطفال، بس الأطفال لما نحن ببلشوا بيتعودوا على الأكل أو ببلشوا بيحركوا بدهم يأكلوا، فهني ممكن يتناولوا أي شيء بيكون بيطلع بوشهم، يعني أي شيء بيشوفه طبشور مثلاً ممكن يجرب طعمته، بس لما نحن بيصير في عنا تكرار لهي القصة هون لازم بصير ننتبه للطفل، يعني بصير بيلحق هاي المادة وين موجودة وبصير بده يتناولها بشكل يومي، فهون ممكن يكون في عندنا دليل على انه هذا الطفل مصاب بمتلازمة بيكا. نعم، يمكن ريشو هي شغلة كتير حساسة ممكن تسبب أذى للجهاز، خلينا نقول الهضمي للطفل، يمكن مع تكرار العادة وعدم انتباه الأهل أنه شو عم بيتناول طفلهم بعيد عنهم. يعني لأي درجة لازم يكون في انتباه للأهل شو عم بيتناول طفلهم برات البيت، يلاحظوا عليه الشغلات، لأنه يمكن الطفل وقت يعمل هالقصة ما بيحكيها. بالضبط، لهيك نحن لازم يكون في عنا متابعة ونشوف الطفل دائما شو عم ياكل من لما ببلش بعمر السنه للسنتين. صح. المفروض احنا نصير نراقبه بشكل دوري. هلا ممكن كمان في بعض الاشخاص بيتناولوا التراب، فنحن هون ممكن يكون عم ندخل جراثيم، بكتيريا، ممكن نصاب بدود بالامعاء، هذا كلياته بسبب تناول هي الاغذيه اللي بتكون كثير ملوثه، فيها قيمه غذائيه خاليه من القيمه الغذائيه، فكثير ضروري انه ننتبه للطفل بهذا العمر شو عم ياكل. لازم الام هون طبعا الدور الاكبر بيكون للام، حتى ميل الطفل انه ما ياكل الاغذيه او المواد الغذائيه المفيده، يعني بنلاحظ انه بنقدم له نحن اغذيه معينه ما بيتناولها، بيلجا لتناول اشياء ثانيه، فالسلوك الغريب للطفل هو العامل الاساسي اللي ممكن يدلنا انه هذا الطفل مصاب ببيكا. طبعا نحن في عندنا فئات ثانيه كمان ممكن تصاب ببيكا، اولا الاطفال واهمهم المراه الحامل، كمان خلال فتره الحمل ممكن تصير تشتهي اشياء كثير غريبه. صحيح. فاذا صار في عندها هي ادمان على هي القصه او صارت تتكرر بعد ما تخلص فتره الحمل، فممكن تكون كمان أصيبت بمتلازمة بيكا، بالإضافة لكبار السن أو المسنين، وأكثر شيء كبار السن بيكون في عندهم ميل لتناول الدخان، يعني بتلاقيه بيدخن بياكل من الصفوة تبعه، هي ما أنا كتير متواجدة، بس إذا انوجدت بيكون كتير الآثار ضارة جدا على الجسم. نعم أريج، يعني خلينا نحكي عن الأعراض اللي بتظهر، يعني مثل ما قلتي في حالات خاصة الأطفال بيغريهم أشكال معينة أو بيحبوا يستكشفوا. صح. يعني هي دور الأم تنتبه هون. تمام. بس لما تكون مثلا حدا واعي أو بالمراهقة، هذا السن الصعب أنك تضبطيه، خاصة بالمدرسة بصير في شيء اسمه دارج أو. صح. شائع مثلا. صح. مثل الشعلة بتذكر كانوا يدوقوها أو مثلا الكرتون. صحيح. أو شيء. صحيح. فيعني هي كمان شغلات مضره لبعدين وعم تسبب ادمان. بالضبط. هي تصنف من بيكا. ممكن. خبرينا اول شيء الاعراض اللي ممكن تظهر، وكيف الواحد بيعرف انه هو فعلا يوقف لهذا الحد. تمام. هلا نحن اول شيء كاعراض ممكن تظهر على الشخص، اخطر هي الاعراض هي الاعراض الهضميه، لانه نحن كل شيء عم نتناوله عن طريق التم، فنحن اذا كان الشخص ممكن عنده ميل لتناول الاشياء القاسيه مثل البلاستيك مثلا، في كثير بنات حتى بيتناولوا القطن لحتى ينزلوا وزنهم، كمان هي كثير كثير بنسمع فيها. القطن القطن بياكلوا فبيعبي حجم المعده فما عاد بياكلوا. تمام. بس شو بصير فيها للمعدة؟ كتير. أول شيء بصير في عنا نحن ما بقى بيمتص الجسم مواد غذائية نهائيا، فبصير في عنا نحن نقص بالفيتامين، نقص بالمعادن، بصير في عنا شيء اسمه انسداد معوي، يعني ممكن هذا يعمل مشاكل كتير كبيرة، ممكن يصير في عنا قرحات بالمعدة، ممكن يصير في عنا
اعراض ثانيه كثير سيئه لبعدين. فنحن لما بيكون حتى هلا كثير شغله مهمه اللي قلتيها انه الشيء الدارج، هي كثير لاحظتها عند البنات بفتره معينه. صحيح. يعني بنسمع انه حدا من المشاهير عم يعمل هيك فنحن بنبلش بتصير هي عاده عندنا، فنحن حيصير في عندنا ادمان عليها تماما. فهي الاشياء كثير مضره كثير سيئه، ما لازم نحن نفوت هي المواد نهائيا لجسمنا. اذا كانت الاشياء قاسيه مثل البلاستيك مثلا ممكن يعملنا جرح او نزيف بالمعده نزيف بالامعاء، فهذا الشيء بنكون بشيء بنصير بشيء ثاني تماما. يعني عند الاطفال مثل ما قلنا اذا نحن تناولنا التراب فهو فيه دود فيه جراثيم، فهذا الشيء ممكن ياثر عليه كثير لصحه الطفل ان كان هضمي او ان كان بطرق غير هضميه او اعراض غير هضميه. نعم. يعني أريج فينا نرجح انه سبب متلازمه بيكا هو شيء نفسي احيانا؟ تماما. هلا نحن بينقسم عندنا لسببين، او اول شيء اللي هو الوسواس القهري او الانفصام في الشخصيه، هاد كلياته هاي الامراض النفسيه ممكن تؤدي لهي القصه. مثل الشخص اللي بيكون في عنده مرض نفسي عصبيه بهز كثير بيعمل حركات باصابعه، كمان ممكن يكون في عنده ادمان على نوع معين من الاكل. تمام. فالسبب الاول هو ممكن يكون سبب نفسي. السبب الثاني انه ممكن جسمنا يكون عم ينبهنا انه نحن عندنا نقص بفيتامين او معدن معين، واكثر هاي الفيتامينات او المعادن اللي نحن بيصير في عندنا نقص وبيطلب الجسم بطرق غريبه هي الحديد والزنك. فنحن لما الشخص ببلش عنده هاي الأعراض نحن أول شيء لازم نعمل تحليل للمعادن وأهم الحديد والزنك. إذا كان في عنا نقص بأحد هاي المعادن فنحن لازم نبلش تعويض. أما إذا كان في عنا شيء نفسي فنحن لازم نعالج الشيء النفسي. أكيد. ويمكن كمان أريج صارت هي مو بس موضة ودارجة، صارت مصدر رزق للبعض عم بيحاول أنه يعمل فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. صح. أنه هو مثل نوع من أنواع مثلا الألعاب أو اللي ما بيقدر حدا يعملها ليلفت الأنظار، وهي كتير مضرة وفي ناس عم تقلده. خلينا نحكي طيب اليوم بما انه في ممكن تقولي نقص الفيتامينات ومرض العصر دائما بنقول هلا حاليا. مثلا هلا الام الحامل لما تكون بفتره حمله وتادمن على نوع معين مثلا بعرف الدهان بعرف ريحه البنزين. صح. او شيء، فخبرينا كيف فيها تنتبه على حالها او باشراف طبيب معين طبيب تغذيه حتى تطلع من هي الحاله حتى هي وحامل، لانه اكيد رح تضر الجنين. يعني هلا اذا كان في عندنا ادمان بشكل كثير كبير على هي القصه فنحن من لما بتبلش تلاحظ انه صارت تتكرر عندها هي الحاله لفتره طويله المفروض تبلش باستشاره الطبيب. بنعمل التحاليل اول شيء لما بيكون في عندنا نحن نقص بالحديد او بالزنك فنحن لازم نبلش تعويض. بس الفكره المهمه هون انه اول شيء الغذاء ما بيكون كافي لحتى يعوض هذا النقص، لانه بيكون في عندنا نقص كثير كبير بالحديد او بالزنك حتى بلشت تظهر عندنا هي الحاله انه نحن نقدر ناخذ هي العناصر اللي ناقصتنا من مواد غير غذائيه. فنحن اول شيء بدنا نكون التعويض عن طريق مكملات غذائيه. الفكره الثانيه في كثير من الاشخاص بياخذوا بهي الحالات وبشكل يومي بياخذوا المالتي فيتامين او الفيتامينات اللي بتكون كلياتها بنفس العلبه. هلا بهي الحاله بالتحديد نحن لازم كل عنصر ناخده بشكل منفصل، لانه في كثير من العناصر هلا الحديد المفروض يتاخذ على المعده فارغه يعني الصبح تماما، والزنك لازم يتاخذ المساء، لانه الزنك والحديد بيتعارضوا مع امتصاص بعض. قصدي انه ورا بعضهم في معالم كثير بياخذوا مثلا نوعين فيتامين ورا بعض، كثير غلط. تماما. هلا مو كل الفيتامينات او المعادن تتاثر ببعضها، بس مثلا الحديد بيتاثر كثير بالكالسيوم والزنك. فنحن اذا كنا مثلا عندنا نقص بالحديد اكلنا بيض او اي عنصر فيه كالسيوم، واهم هي البيض الصبح، واخذنا حبه الحديد بعدها فحيصير في عندنا بطء بامتصاص الحديد. فنحن التوقيت اللي بناخذ فيه العنصر الغذائي الناقص كثير ضروري انه نحن نعرف ايمت لازم ناخذه. لا في عندنا فيتامينات او معادن اقوى من بعضها، فبيصير امتصاص لعنصر على حساب عنصر ثاني. هي كثير مهمه أريج، لانه نحن أكيد. ما بنعرفها وكثير عم حتى نوع الغذاء مع الحديد بيتعارض تماما، ما بنعرف يعني احيانا ايه بصير في ما بتستفيدي من كمان الفيتامين، يعني سعره ما له قليل للناس، وبنفس الوقت احيانا بياخذوه بطريقه خاطئه. صح. او ما بيعرفوا هي التفاصيل، فحلو انه نحكي عنها. كثير ضروري. هلا اشهر نحن الفيتامينات اللي بصير في عندنا نقص فيها هو الفيتامين د اللي كثير نحن عانينا منه بالفتره الماضيه. الاشخاص بياخذوه ايمت ما تذكروا. تمام. فهي الفكره هي كثير غلط. فنحن لما بدنا ناخذ فيتامين د ونستفيد منه بشكل صحيح المفروض ناخده بعد وجبه الغداء بنص ساعه. والاوميجا الاوميجا يفضل المساء قبل النوم. قبل النوم. قبل الأوميجا. النوم هي افضل شيء لحتى نقدر نحن نستفيد منه بشكل صحيح. يمكن هيك نحن عطينا هلا لمحه سريعه زينب عن الفيتامينات وطريقه الموضوع شغله ثانيه عن جد. هذا عن جد لازم يكون كثير ضروري. خلينا نحكي ايضا أريج في حال تفاقمت متلازمه بي كمان شخص وما دار باله، او اذا كان
طفل ما انتبهوا له اهله، شو المضاعفات وشو نسبه الخطوره اللي ممكن هو يتعرض لها؟ هلا هي متلازمه بيكا، هي متلازمه، فللاسف انه هي ما في شفاء منها، يعني ما في نحن نعالجه بدواء نوقف هي المتلازمه. الشيء الوحيد تماما، الشيء الوحيد اللي ممكن نحن نقدمه انه نحن اول شيء نعرف السبب، اذا كان نفسي فاكيد بدنا نلجا لطبيب نفسي حتى نقدر نعالج هي المشكله، اذا كان في عندنا نقص بفيتامين او معدن معين فبدنا نبلش تعويض بالاكل وبالادويه، هدول الحل الوحيد لحتى نقدر نحن نخفض من نسبه تناول الشخص لهي القصص. يعني لما بيكون في عندنا نقص بالحديد نحن اذا ما عوضناه بشكل صح ممكن نوصل لفقر دم مزمن، بصير بدنا نقل دم، بصير في يعني بنكون بشيء كثير بسيط وبنقدر نعالجه بادويه بنوصل لاشياء كثير خطيره. فنحن لما بدنا نحن نعالج المتلازمه لازم نعرف السبب ونحدده لحتى نقدر نعالجه بشكل صحيح. نعم نعم. اريج يعني بما انه قلتي متلازمه، طيب هي على المدى خلينا نقول القريب ما بتعمل يعني امراض معينه؟ أكيد. حسب نوع الشيء الغير غذائي والغير طبيعي اللي ممكن يتناوله ان كان تماماً. الطفل او المراهق او يعني الشخص البالغ. خلينا نحكي شوي يعني في قصص غريبه عم نسمع. صح. في ناس عم تاكل حشرات، في ناس عم تاكل، هل هي فعلا شيء نفسي ولا عن جد يعني في علاقه بالفيتامين انه لهالدرجه ممكن يتقبل بيأثر جسمنا على هاي القصه؟ لما بيكون في عندنا نقص نحن بجسمنا بصير جسمك بده يعوضه باي طريقه لحتى يقدر هو يخفف هذا النقص او يحميك من الاعراض اللي ممكن تصير بعدين، فبصير الجسم يطلب هاي القصص بطريقه غريبه. هلا كثير من الاشخاص بياكلوا اشياء ممكن تحتوي على الرصاص او الزئبق، ونحن بنعرف هاي المواد كثير سامه للجسم. يعني احنا الرصاص اكثر شيء موجود بالدخان، يعني اللي بيكون موجود بالدخان كثير بتحتوي على نسبه زئبق كثير عاليه وعلى نسبه رصاص كثير عاليه. فاذا تناولوا على المدى الطويل حتى لو كميات صغيره فهذا التراكم ممكن يعمل شيء اسمه تسمم بالرصاص او تسمم بالزئبق، طبعا هي اخرتها هي الوفاه. فنحن كثير ضروري انه نحن الماده اللي نحن ما عم نقدر نحن نتخلص منها ندور على شو موجود النقص بمواد غذائيه، ما عندنا غير هذا الحل. يعني اذا عندنا نقص حديد فبدنا نصير ناكل الاغذيه اللي بتحتوي على الحديد، السبانخ، كل الاغذيه اللي بتكون لونها اخضر، طبعا الكبده بتكون بتحتوي على الحديد بنسبه كثير عاليه، اللحمه الحمراء، الدجاج فيها كميات حديد عاليه، حتى الفول الفول بروتين. اكيد بيحتوي كمان على كميه حديد كثير عاليه، فنحن بدنا نبلش تعويض ونزيد هاي المواد الغذائيه كثير ونعرف ايمتى ناخذها. يعني ايضا يمكن اريج عم نشوف ايضا عادات خاطئه حتى عادات غذائيه يمكن هلا سببها ايضا، يعني وقت يكون الواحد صغير وبيبلش غلط بنظامه الغذائي. صح. ممكن انه يعني بيصير معه اكثر متلازمه بك، يعني عرضه اكثر للاصابه بهذا المرض. اكيد نحن دائما بنركز على فتره الطفوله لانه مثل ما الطفل بيتعود بعمر صغير حتبقى معه هاي العادات دائما لحتى يكبر، فتغذيه الطفل بمراحل عمره الاولى كثير ضروريه. نحن كثير بنهمل للاسف، ما كثير بنعطيه اهميه انه ياكل اي شيء، بس المهم انه هو عم بيزيد وزنه وعم يطول. هذا الشيء كثير غلط، نحن بده يزيد وزنه وبده يطول بس بطريقه صحيحه، مو لما نحن بنلجا للاغذيه اللي بتزيد الوزن بشكل كثير كبير نتركه ياكل شوكولا على كيفه، نتركه ياكل اي شيء بده اياه بكميات كبيره. لازم الطفل يجرب بس نحن دائما نركز على الكميه اللي عم بيجربها، كثير ضروري انه نضبط الكميه اللي عم ياخذها الطفل من الاكل، وكثير ضروري ننتبه عليه شو عم ياكل ولشو عم بيميل اكثر. يعني الطفل اذا كان بعمر صغير دائما بيميل للحلويات بشكل كثير كبير، فاذا كانت الحلويات مثلا قدامه دائما بشكل متكرر وعم ياكلها كل يوم كل يوم كل يوم، هذا الشيء حيبقى معه لحتى يصير بعمر كبير، فما بقى حنقدر نتخلص منها، حتصير اصعب بكثير. فكثير ضروري انه نحن ننتبه لهي المرحله العمريه وتكون تغذيته جدا سليمه وجدا صحيحه ونمشيه على قواعد غذائيه صح لحتى يقدر يتابع عليها بس يكبر. نعم. اريجا خلينا نحكي يعني هلا اذا الام حامل وهي مع متلازمة بيكا ممكن الجنين يتأثر يصير معه هي المتلازمة، يعني نسبة لنوع الغذاء، لأنه بنعرف كيف تتغذى الأم الجنين بيتأثر. صح. يعني إذا ما كانت عم تاكل بيطلع ما بيعذب بالأكل، إذا كان بيتأثر كثير بحالة الأم. فخبرينا هي النقطة حتى كل ينتبه. تمام. هلا متلازمة بيكا ما أنا وراثية، فهي ما بتأثر على الطفل أو على الجنين بشكل كثير كبير، بس نحن لما بتكون الأم عم تلجأ لتناول هي القصص إذا كان مثل ما قلنا إنه سببها هو نقص حديد أو زنك فالطفل حيطلع عنده نقص بهدول المعدنين. بس أما ما بيكون هو عنده متلازمة بيكا
بيكا، ما بتظهر عنده أعراض متلازمة بيكا، ما أنا وراثية نهائيا، بس بده يكون في عنده نقص بفيتامين معين أو معدن معين بجسمه. لهيك أول ما بيخلق الطفل اللي عنده متلازمة بيكا أو الأم عندها متلازمة بيكا، مفروض نعمل تحاليل كاملة وفحوصات كاملة لحتى إذا في نقص نبلش تعويض بشكل مباشر للطفل، ما ننطر حتى يكبر وتبلش الأعراض تظهر حتى نعوض. فكتير ضرورية التحاليل للطفل أول ما بيخلق إذا كانت أمه متصابة بتلازمة بيكا. تمام. أريج أيضا إذا عندك يعني هيك نصائح لازم تكون هيك تعمم يعني على الكل يلي هلا عم بيتابعنا وتعرف على متلازمة بيكا، قديش مهم أيضا بعد ما عرفنا هاي التفاصيل يكون في نصائح معينة للأم، لأيضا في أشخاص كبار بالعمر ممكن عم يعني صايرة معهم؟ هلا نحن الفئتين اللي كتير بيكون عندهم خطر هن الاطفال وكبار السن. هلا الحوامل غالبا بتكون هي فتره مؤقته بس خلال فتره الحمل، فبتقدر تتخلص منها بعد فتره الحمل. اما بالنسبه للاطفال كتير ضروري ننتبه عليهم، هذا المسؤوليه كامله بتكون تقريبا على الام انه تنتبه هي طفله شو عم ياخذ ولشو عم بيميل من هو وصغير. بالنسبه لكبار السن ممكن كبار السن يكونوا بيعانوا من زهايمر، فما ينتبه لحاله شو عم ياكل، ممكن يكرر الحركه بشكل متكرر ويومي ونحن ما لنا منتبهين عليه او بكميات صغيره، فكتير ضروري كمان انه ننتبه عليه. لما بيكون في عندنا نقص بالحديد، لما بيكون في عندنا نقص بالزنك، نبلش تعويض بمكملات غذائيه، لانه الاكل لحاله بهي المتلازمه ما بكفي لحتى نقدر نحن نعوض هذا النقص الموجود. ومثل ما قلنا كتير ضروري انه نحن ننتبه للتوقيت، دائما الحديد بيتاخذ على معده فارغه الصبح لحتى يكون في امتصاص صح، ونبعد الزنك قد ما فينا عن الوقت اللي بناخذ فيه الحديد. والزنك عفوا يعني يمكن زينب لاحظنا بالفتره الاخيره بكورونا انه صاروا صاروا ياخذوا زنك بكميات انه كل يوم حبه، هل صحيح كل يوم حبه؟ لا تمام، هذا هي هون ناخذ منك خاصه اذا نحن ما عندنا نقص فيه. يعني ممكن انت عندك كورونا بس انت ما عندك نقص بالزنك، واذا اخذت الزنك فهو ما حيعالج الكورونا، هو بس بيقوي المناعه، بيقوي مناعه الجسم. فنحن لازم انه ناخده تحت استشاره طبيه، لانه مثل ما نقص المعادن بيعمل مشاكل فكمان زيادته بتعمل مشاكل كثير كبيره. فهي العشوائيه باخذ الفيتامينات والمعادن جدا سيئه بصراحه، وكثير عانينا منها بالفتره الماضيه. يعني كثير لاحظنا حالات من تسمم الفيتامينات او المعادن بسبب الكثير نحن عم ناخذ دائما فيتامينات ومعادن. فنحن لازم ناخذها تحت استشاره طبيه وبكميات مضبوطه، مو بكميات عشوائيه نهائيا. نعم نعم، يعني مرض ومتلازمه بيكا هي غير خطيره أريج إذن، لكن بحاجه للمعالجه. أكيد. يعني كثير من المعلومات المفيده اللي اعطيتينا اياها، بنتمنى من الكل انه يكون استفاد منا، واكيد بالحلقات القادمه رح نحكي اكثر عن الفيتامين سالي. يعني سالناك انا وسالي من خلال خبرتنا البسيطه بهذا المجال، وبنعرف انه الكل العالم هلا مع نقص فيتامين، فاكيد رح نحكي بالتفصيل بحلقات قادمه. شكرا لوجودك معنا.